نعم بالفعل نبيل، الأوضاع والعمليات العسكرية القتالية هي مشتعلة، لكن أود البداية بالإشارة إلى محور مدينة خيرسون في جنوبي البلاد، حيث قالت السلطات المحلية في هذه المدينة أن القوات الروسية قبل ساعتين من الآن تقريبا شنت هجوما بالقنابل بقنبلة مجنحة استهدف منطقة بيراسلاف الواقعة في ضواحي مدينة خيرسون، وأشارت إلى أن نتيجة لهذه القصف هناك قتيل وجريحين في صفوف المواطنين. وفي ذات الاتجاه أيضا تحدثت ناتاليا هومنوك المتحدثة باسم القوات الأوكرانية الجنوبية، وأشارت إلى أن القوات الروسية تعمل على عمليات مباغتة بالزوارق الحربية في هذا المحور في خلال نهر دنيبر الذي يفصل بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، وأكدت أن القوات المسلحة الأوكرانية من خلال هذه العمليات استطاعت من تدمير 7 زوارق حربية تابعة للقوات الروسية كانت تقوم بعمليات استطلاع واستكشاف لمواقع تمركز القوات الأوكرانية في هذا المحور. في البقاء في المحور الجنوبي وبالحديث عن التطورات المتعلقة باتجاه زاباروجيا وباتجاه ميليتوبل، حيث أكد بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية ما زالت تواصل هجومها المضاد في هذا المحور وتحرز تقدمات جديدة بما يتعلق بمحور بلدة نوفا دانيلفكا ونوفا باكروفكا، حيث تقول أن القوات الأوكرانية تحرز تقدما استراتيجيا ملموسا بهذا الاتجاه وتعمل على تعزيز خطوط دفاعها في المناطق الجديدة التي باتت تسيطر عليها. في ذات الإطار تحدث ألكسندر تيرنافسكي قائد القوات الاستراتيجية وقال أن القوات المسلحة الأوكرانية في 24 ساعة الماضية في هذا المحور شنت ما يقارب 1400 مهمة نارية باتجاه مواقع وتمركز القوات الروسية، واستطاعت من تحييد 181 جندي روسي بين قتيل وجريح، واستطاعت أيضا من استهداف مباشر 9 مخازن تستخدمها القوات الروسية للدعم اللوجستي والسلاح. في ذات الإطار يجب الحديث تحديدا عن محور مدينة كوبيانسك ومحور مدينة ليمن في الجبهة الشرقية، حيث تركز القوات الروسية من هجومها المضاد باتجاه هاتين البلدتين، وتقول القوات الأوكرانية أنها تعمل على منع تقدم القوات الروسية في هذه المحور، ولكنها تشير إلى أن القوات الروسية تدفع بالمزيد من التعزيزات والقوات في هذا الاتجاه، وتعمل على تكثيف القصف المدفعي باتجاه تمركز القوات الأوكرانية. في ذات النطاق تتواصل عمليات الإجلاء من البلدات المتاخمة لكوبيانسك في المناطق التماس، حيث تكثر فيها عمليات الاستهداف من قبل القوات الروسية. في هذا النطاق أشارت وكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية أن القوات الروسية تهدف إلى تعزيز هجماتها والدفع بالمزيد من القوات في محور كوبيانسك تحديدا في رغبة منها لتشتيت القوات الأوكرانية وإجبارها على سحب بعض القطاعات العسكرية من الجبهة الجنوبية ودفعها بالاتجاه الشرقي من أجل منع وتوقف القوات الأوكرانية من التقدم في المحور الجنوبي. لكن الوكالة الاستخبارات أشارت إلى أنه من الممكن أن القوات الروسية قد تخسر بعض المواقع الاستراتيجية التابعة لها في المحور الجنوبي. ما أود الإشارة إليه في الجانب الآخر تصريحات لألكسي دانييلوف بما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الأوكراني والحديث عن هذا البرنامج، هو أشار في بعض التصريحات أن المسيرات والصواريخ الأوكرانية التي باتت السلطات الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية تعمل على تطويرها واستطاعت من إنتاجها بالفعل، هي تستطيع في حقيقة الأمر من إصابة أهداف على بعد 700 كيلومتر وحتى 1500 كيلومتر داخل العمق الروسي. وبالتالي هو أشار إلى أن الأهداف العسكرية الاستراتيجية للقوات الروسية داخل الأراضي الروسية هي لم تصبح معضلة أمام الجيش الأوكراني، ويسهل على القوات المسلحة الأوكرانية ضرب البنية التحتية التابعة للقوات الروسية في ظل تأكيدات من قبل السلطات الأوكرانية أن الهجمات الأوكرانية التي تستهدف هذه المناطق أي العمق الروسي هي تقتصر على أهداف عسكرية روسية داخل الأراضي الروسية، ولن يتم استهداف أي
من المباني أو من المواقع التابعة للمواطنين المدنيين. شكرا لك من كييف مراسل الغد ثائر عمرو.